لك روح من وشي احسن ما طبش لك خلقتها. هذا ابو عاصم بحمايتي ولك. ايه ماني رايح، بدي اشوف شو بده يطلع منك. والله هلا ما راح يطلع مني شيء، بس اذا ضليتك واقف بوشي ما بعرف شلون موديل وشك راح يصير. ايه وراح اقلبي وشك. لك روح هيك لك ارجع لك. شو في دبور؟ ما في شيء عبدو، شغلة صغيرة بين الولد وبين عمه جوز امه. وانت شو لك فيها دبور؟ انا ما دخلني بكل القصة، شغلة ناكتة. شرف امشي معي. لوين بدي امشي معك؟ ما عملك ما دخلني. مو مشان هي، مشان شغلة تانية. استغفر الله العظيم على القصة، كل ساعة والتانية. امشي معي وبعد عليك مسطي. خلاص عبدو. هدي ابو عطاء، هدي شوي الله يخليك. امشي. شري. لا. امشي شري. امشي قدامي. شينا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. معي انت وياه. يلا لشوف. وانتو كمان رجاء كل واحد يروح على شغله. يلا يا جماعة خطوة سيرة. شرفة بعدين. يلا ابو عمي اشرف. لك شفت الالي التربية شلون تهجم على عبو جوز امه؟ بس شفت الدبور كيف بيوقف مع المظالم؟ شفت كيف حط ابو واصل بحمايته؟ شري. اللي صار يا ابني يا محروس. لا نختار، لا انا ما راح ارضى الا لحتى ابو واصل يطلع امي ويطلع من البيت. وشو بنقدر نساوي لك اذا ابو واصل ما بده يطلع امك؟ يطلع من البيت سيدي، يطلع من البيت. هذا حل؟ حل مو حل، انا بدي البيت وامي اخذها معه، انا ما عاد بدي اشوفها منوب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا هيك انا رح ازعل منك. الله يستر عرضك يا مختار، الله يستر عرضك. لا لي حل لهالمشكلة، هذا واحد أزعر. ما سمعت محروس شو بده؟ بده إياك تطلق أمه وبده البيت كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه والله حسبي الله ونعم الوكيل. هالمشاكل وهالعي عم يقطعوا رزقنا. قبل ما أروح على الكراكون قلت بمرق على بيت أبو شابر، باخذ معي شابر وحمدي خليهم يحطوه عند حده لخطاب. ما قصرت فيه خالي، ما قصرت. شفت لك يا مو شفت. ايه شفت ما احلاها صاحبة بيت البكواتي. ايه والله ظريفة، ايه والله ظريفة يا مو. بحضر رقبي بحياتي ما بقى اتخلى عن صاحبته. بس انا في شغلة لهلأ ما عم تفوت براسي، انه هالشغلة كلياتها على بعضها، يعني شو بده يطلع منها خال؟ اه بس لا يرجع الدبور رح تعرف شو رح يصير فيه. شو قلت اخي؟ يرجع؟ ليش ما رح يحبسوه بالكراكون؟ هي الشغلة ما فيها حبس اختي، هي بس فكرة تكسير رأس. شو خال طمنا؟ قصت لك زنيفته خالي. يعني تكسر راسه ما بتخري؟ معلوم، وإذا بده يحاول يعتدي على إخواته راح بهدله. لك يا عيني عليك يا خال، يا عيني عليك. بس خالي خلي خالته مرت أبوه تدير بالها على الحجاج، أنا ما بضمن إنه يفوت الدبور لعنده وياخذهم منا. والله يا حمدي هذا الدبور بيسويه. عمي نحن ما بيهمنا شيء من كل هاي الحجاج إلا حجة الأرض اللي نحن مستأجرينها. ديروا بالكم يا حمدي، إذا وصلت حجة الأرض لإيد الدبور اعتبر على الأرض السلام، راحت الأرض عليكم. عمي أبو فخري هي اللي ما بدنا إياها تصير، ما بدنا إياها ترجع لإيده للدبور. لاقوا طريقة تصل الحجة لإيدكم وبسرعة، أنا ما فيني ساعدكم أكثر من هيك. رح تصل سيدنا لإيدنا، رح تصل ورح يتكسر راسه للدبور بالحارة، وحياة مقامك ومركزك يا أبو فخري. مثل ما عم بخبركم عمي، بفتحوا المطحنة ما بتخلوه يقرب ناحا ولا ناح القهوة. خلصنا بقى، ما له شي بهالحارة. وإذا هالصرصور جرب يلعب بشواربه هيك أو هيك، أنتوا بس خبروني وشوفوا شو رح أعملكم. لك الله يخلينا إياك يا سيد حمدي، الله يخلينا إياك أنت ووالدك وعمك أبو شابر، علي الحلال إنه كلها تكون سكرتاوية وقبضاياك. إي والله. ما يكون لك فكرة عمي هشام، ما يكون لك فكرة. ما رح يصير غير اللي بدكم إياه. خبروا لأبو خليل يقلع هالصرصور من القهوة، وإذا ضايقوا بس يعطيني عرق. لك على راسي سيد حمدي. ايه والله على راسي. يلا ان شاء الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي حمدي الله معك مهونة. كتر خيرك سيد حمدي. لك الله وكيلك فشل لي قلبي من جوا. شايف ما أحلى؟ والله طلع رجال من حقه حقيقي. لك حمدي يا بضايا بضايا من حقه حقيقي. إيه والله صدقها. فوت أخي فوت، فوت لنخبر أمك وأختك، فوت لقلك. يا الله. يعني هلا الدبور ما له معنى شيء، لا بالمطحنة ولا بالقهوة كمان. بنوب بنوب خالي بنوب. ايه ها كنتوا سوا من الأول لخالي. بس شو هالحمدي لخال؟ طلعت ايده طايلة وخدوني كتير هو وجابر. ايه لكن هدول بيت البكواتي مو شغلة حي الله، ولا أنا غلطان أختي؟ لا أخي مالك غلطان. يلا قوموا روحوا افتحوا المطحنة وسموا بالله روحوا. أمرك خالي. يلا هيكون شوفوا ابو خليل وقولوا له شو صار معكم. على راسي خالد. امرك خليل على راسي. يلا يلا السلام عليكم. اودعناكم. يا سلام يا سلام. شبك اختي؟ شايفك مو على بعضي. خايف يا اخي خايف. من شو؟ خطاب هلا ما رح يسكت على اللي سويناه فيه بالكراكون. ما رح يطلع بايده يساوي شيء. غلطان يا ابو شكري غلطان. لا تخافي منه ولا تهزي بدني. الدبور هلا انكسرت شوكته بالحارة. اه؟ ان شاء الله. وانا رايح هلا شوف كرمه مشان شغلنا الكبير. ايه اخي مشان الله عجل قد ما فيك. هلا بسهلا ليه شباب؟ التلقين صليت؟ على عيني حاضر. ايه علين؟ اسمع بخليل. كل شيء بيرجع للحالة الأولاني. شو يعني؟ يعني إجرة القهوة بتناولني إياها لإلي ولأخي هشام وبس. ماشي سيد نزار. شندي وقوعك يصار شي لإيد هذا اللي اسمه خطابها. اوعى دير بالك. ماشي. شو قلنا لا؟ شندي أخي شندي. شو هو؟ شندي سيد هشام. أيوه امشي أخي امشي. دير بالك على قهوة منيح عبد الخليل، ما بدك تصيب. ماشي إن شاء الله دايما ألف صحة. يلا ودعناكم شرف أخي. مع السلام عليكم يا رجال. سلام عليكم يا العمى. لك شلون صار وقطعوا له اجره من الجيع القهوه للدبور؟ ابصر قضاوات الحاره اجتمعوا من شانك وقرروا يشتروا لك بيت يا ابو سعد. ربي يخلي لكم هالشمعات ويستر عليكم دنيا اخر ان شاء الله. يخلي لنا اياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام خطاب شريف. تفضل شريف. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله. علينا عمي خطاب شريف شريف. علينا عمي خطاب. يا عمي بعطان ميت أهلي. شو كان بده منك أبو فخري؟ ما في شيء. أخواتي مشتكين علي. وليش اشتكوا عليه؟ ليش انا سكرت المطحنه بعد ما سرقوها وحرقوها؟ وانت ليش نفس الكلام؟ والله ما عم بفهم عليك شيء يا خطاب. هلا ابوك الله يرحمه ما بيورث من املاك المرحومه امك ولا شيء؟ الوالدي الله يرحمها قبل ما تموت كتبت كل شيء باسمي واسم اختي الا نص حمام ابو حمدي. شو عم تحكي خطاب؟ هلا نص حمام ابو حمدي لامك؟ ايه نعم. جدي كان شريك مع ابوه لابو حمدي بالحمام. الارض تبع ابو حمدي هلا نصها لجدي. وامي فرغت لي اياها باسمي واسم اختي. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوم اللي امك سجلت المركرات كلها باسمك، مين كان حاضر؟ عمها لامي اخو ابوها، هو اللي حضر كله التنازل عند كاتب العدل. اذا كان هالحكي صحيح معناتها انه في ارميه الك ولاختك بالطابو بتثبت انه انت واختك المالك الوحيد لكل شيء. معلوم، المالكانات كلها لي ولاختي. خلص ولا يهمك. أنا قلي صاحب موظف بالطابو راح أخليه بحبش لك على كل مالكاني إلك ويطالع لك إرميتها ويسلمك إياها بإيدك. لا عم يا بعطا أنت بس ساعدني رجع بيت الحارس وما بدي منك شيء. ولا يهم خطاب، بيت الحارس راح يفضيلك يا أبو سعد وقبل رمضان الجاي. وأنا هذا اللي بدي إياه، ما بدي شيء غير هيك. لك يا أم سعد طالما هالورثة بدها تتوزع والدبور إله حصة فيها بقى ليش ما تطلعوا من البيت من هلا وتريحوا راسكم وتريحوا لي راسي؟ بدك تريحي راسك على وجع راسنا ولا في شي براسك؟ شو قصدك ام سعدو؟ قصدي قول تذكري منيح شو انا ساويت معك كرمال ما اطلع من البيت. تذكري منيح ست عزيزه
لك يا ام سعدو، انا ما قصدت هلا تطلعوا من البيت، انا بقصد لبعدين. لبعدين؟ لا هلا ولا بعدين، انا طالعه من البيت. شو؟ ويكون بعلمك هذا البيت انا دافعه حقه لك من 15 سنه. يا ومنين دفعتي حقه يا مو؟ شرف بنتي اللي وسختيه بالحاره مشان تقلعي الدبور من بيتك، مفكره ما فهمت لعبتك بعدين؟ لك شو بنا مستعدو، ليش هيك طالع خلقك علي؟ من كلامك اللي بيهز البدن. لك شو حكيت؟ انا قليلي شو حكيت. شوفي يا عزيزي، انا ساكتك كرمال ما اطلع من البيت، بس اذا لقيت حالي رح اصير بالشارع انا وجوزي وبنتي، لساني هاد رح يحكي كل شيء. ها شو قلتي مستعدو؟ مثل ما سمعتي، انا يوميتها صدقتك وانتي كبرتي قصة ما عملها خطة، ولانه نحن درويش ما سمعوا الا هي اللي انت بدك اياه، ولو على حساب شرف بنتي الطاهره. اخ اخ منك يا عزيزي. العمى ضربها يا ام سعدو، الظاهر كثير قويانه والله معامله حساب. رحتي لعندها يا مو وترجيتيها ما تطالعنا من البيت؟ لا يا مو انا ما ترجيتها، حددتها وخافت منك يا بعدي. ايه والله والله لكسر راسها بالبقاب اذا ما ساعدتنا وخلتنا قاعدين بالبيت. ما بيطلع بايدك تساوي شيء. شلون يعني؟ عزيزه اقوى منك وهذا الحكي راح وقته. انت صدقتي عن الدبور كذبه خالته وما صدقتيني انه هي اللي دبرت فوتو على البيت خبط لزق. بس يا مو انت ساعتها ما حكيتي لي. لأنها هددتني، هددتني تشردنا وأنا خفت. بدك تضهري؟ رجعت خطاب ومطالبت بحق الافتراء اللي صار عليه، خلانا نحس بظلم عزيزي. لك ليش رحتي لعندها؟ نحن ما عاد بدنا شيء لا منها ولا من غيرها. شلون يعني أبو سعد شلون؟ رجال حارة بدهم يشون لبيت وأنا طول النهار عم دور على بيت للبيع. وإن شاء الله لقيت بيت للبيع. لا والله ما لقيت. تقولي ما حدا من هالناس بده يبيع بيته بالحارة؟ إيه يا رب يا رب تيسر الأمور يا رب. شبه خجو قلبي خلقتها؟ ما في شي تقبرني، ما في شي، زعلانة لأنه بدنا نطلع من البيت. لا تزعلي ولا على بالك يا بي، الله رح يطالعنا من بيت أجرة لبيت ملك. الحمد لله حيصير عنا بيت ملك. ايه والله الحمد لله يا ابي الحمد لله، الله راح يخلصنا من الاجره ومن ذل الكره.